جدي. عرفت إن فرح اختارت طارق. الموضوع جرحني، جرحني قوي. وبدل ما أتكلم معاها قلت أنا عامل نفسي معرفش حاجة خالص. أنا ليه أكلم مع فرح لما ممكن أخفي طارق من حياتها خالص؟ ما أنا غني بقى، غني وأقدر أعمل أي حاجة. فجبت واحد وديته فلوس عشان يشهد على طارق زوجها. غني بقولك وأقدر أعمل أي حاجة. الآنسة فرح، الموسم الثاني على شاهد VIP. اشترك وجربه مجاناً.